مثلما يسجل ميدان ثورة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية تسارعا كبيرا، تسجل انعكاساته على المجتمعات تطورات باتجاهين، أحدهما إيجابي والآخر سلبي، إذ يطرأ على الساحة القضائية صورا جديدة من الدعاوى والشكاوى تتعلق بقضايا وجرائم كانت الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي سببا رئيسا فيها، إذ سجلت محكمة استئناف ذي قار خلال النصف الأول من هذا العام أكثر من 750 دعوة قضائية بسبب المضايقات والتهديد وسوء النشر على الهاتف الخلوي ومواقع التواصل الاجتماعي. هذه الحالات انعكست سلبيا على المجتمع العراقي، متمثلة بالتهديد وكذلك بالوعيد من قبل أشخاص لا تتراوح أعمارهم في مرحلة الشباب. ومع ما تحققه هذه التقنيات من سهولة التواصل سيما بين الجنسين، أفرز الكثير من النهايات المؤلمة لعدد غير قليل من العلاقات التي شابه الابتزاز، في ظل أعراف عشائرية واجتماعية مقيدة تجعل من النساء النقطة الأضعف في هذه المعادلة. أنا أفضل يعني أقصى حكم، لأن هذا اللي يبتز بنية، البنية هي لا حول ولا قوة يعني، وبنية فقيرة ممكن حبتها أو شيء زين، ليش هو هيك الخيانة هاي عندهم؟ المواقع هاي أن تكون محددة على سن قانوني، أنا مو أكو 15 سنة مطي أكثر من موقع وهو اللي جاي يتحرش. ورغم أن الافتراضية سمة واضحة لتقنيات الاتصال الجديدة، لكنها بدأت تقترب كثيرا من الواقع الحقيقي للمجتمع، والذي بدأ يتعاطى بصورة أكثر جدية مع إفرازات هذا الوافد الجديد السلبية منها والإيجابية من خلال المنظومة القضائية والأعراف الاجتماعية. كل القيم والضوابط اللي موجودة داخل القيم المجتمع الواقعي هي تنقل إلى الجوانب الافتراضية أو داخل وسائل التواصل الاجتماعي، فبالتالي هذه القيم كل ما تنشر أو كل ما يكون هناك جزء من النشر في وسائل التواصل الاجتماعي يكون هو بحد ذاته جانب واقعي حقيقي، فبالتالي المسكوت عن في الواقع الاجتماعي هو نفسه أيضا المسكوت عن والممنوع أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي. ولعل أهم المسكوت عنه ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي من صور لضحايا العمليات الإرهابية في واحد من الاستخدامات السلبية المستفزة لمشاعر الناس وخصوصياتهم. من الناصرية أحمد السعيدي، الحرة.